أنا سارة لافاونتين، كاتبة طهي وطاهية في التلفزيون من هلسنكي من فنلندا. كانت طفولتي في نيويورك مما منحني ذوقاً بالنكهات والأطعمة الدولية، لهذا أحب الطعام، إنه حياة. أريد أن أطلعكم الآن على المطعم الإسكندنافي، لكن بطريقة خاصة. نعم، الذي يعكس الشتاء الطويل والريف الجميل، لكنه ليس مكوناً بالكامل من السمك المملح والبطاطس. في هذه السلسلة سأريكم كيف يمكن للمكونات الفنلندية والإسكندنافية تقديم وجبات شهية وسلطات لذيذة ومقبلات رائعة، وبطريقي سأقوم بتعريفكم على مدينة الأم هلسنكي وبعض أصدقائي وعائلتي. اليوم سأعد طعام لحفل أصدقائي، سأحضر أطباقاً ممتعة للنظر، رائحته طيبة. سأزور أقدم سوق في هلسنكي لأستوحي منه الطعام. سأعد الفطائر باللحم البري قبل تقديم شراب البانش بنكهات من الغابة. مطبخي مفتوح. منطقة السوق الرئيسية في ميناء هلسنكي هي قلب المدينة، خاصة في الصيف. آتي إلى هنا كل صباح، أعشق الجو بهذا المكان، إنه نوع الفطر المفضل لدي. بالنسبة لي الشيء المهم في الطعام أن يكون منتجاً محلياً، لأنه يكون نقياً وطازجاً، وهنا أحصل على أفضل المكونات لأطباقي وكلها محلية وتقليدية. أحب أن أبدأ صباحي في سوق المدينة، يوجد هنا أناس كثر وألوان ونكهات رائعة، وحتماً أريد واحدة من هذا. إنها الأفضل، ليست صحية جداً لكنها مفضلة لدي. إنها المونكي، كعكة محلاة دسمة محشوة بمربى توت العليق. هؤلاء أخبروني بأن هذه أفضل كعكة مونكي، سأستفسر عن السبب، لكنني بحاجة لكوب قهوة بشكل عاجل. مرحباً. مرحباً. أريد كعكة وقهوة. أخبريني، لماذا الكعك لديكم هو الأفضل في فنلندا؟ لأنه يأتي من أفضل المخابز، ومربى التوت الموجود فيه من أفضل الأنواع، وحشوته وافرة. تم اختيارنا الأفضل حسب إحصاءات قامت بها صحيفة قبل بضعة أعوام. هذا رائع، سأخذ واحدة إذن، واختاريها كبيرة. حسناً. حسناً، لنجربها. إنها لذيذة. ها هو مربى التوت. أظن أنني أصبحت أعرف الآن سبب اختيار هذه الكعكة لتكون الأفضل في المدينة. سيكون يوماً جميلاً. والآن حان الوقت لأتبع إلهامي لأعد حفلات ممتعة لأصدقائي، لابد أنهم متحمسون مثلي. كعكة صغيرة بألوان جميلة. أتقن صنع وصفة الكعك المحلى منذ مدة، ينتج منها كعك محلى صغير منتفخ. سأستعمل للعجين خميرة جافة. أبدأ بعمل أساس العجينة بالخميرة، أذيب الخميرة في الماء الدافئ وأضيف بعض السكر. سأضعها جانباً لبرهة وسأعد خليط الزبدة والبيض بهذا الوعاء. هذا الجزء الثاني من عجينة الكعك المحلى. أخلط بعضاً من زبدة جوز الهند وزبدة عادية معاً. يجب أن تكون كلتا النوعين بدرجة حرارة الغرفة ليسهل خفقها ولتتحول لرغوة جميلة. أضيف السكر وأخفقها معاً. أخلط المكونات برفق ليظل الخليط خفيفاً، وأضيف بيضتين. الطريقة الفضلى لكسر البيض هي بصحن منفصل وليس في الوعاء. أخلط مجدداً بحذر. الآن سأضيف بعض النكهات. لدي مستخلص الفانيلا وجوز الطيب، وهنا سنضيف بعض الملح لكي لا تكون محلاة بشكل زائد. أخلط النكهات بتساوي ثم أضيف الخميرة.
وكما تشاهدون قد تخمرت وأصبحت رغوتها مرتفعة. أضيف الماء وأبدأ بإضافة الطحين كل مرة بمقدار. أكاد أسمع صوت الرقص. أجل، أنا جاهزة للرقص، لا أطيق الانتظار حتى تجهز هذه الكعكات. أواصل إضافة الطحين حتى يتناسق قوام العجينة. ما زالت رطبة، لذا سأزيل الانتفاخات. لا بأس من استخدام اليدين في النهاية. من المهم أن تخلط بحذر للحرص على أن تظل العجينة خفيفة ومنتفخة. حين تصبح العجينة صلبة وقوامها متماسك، توقف عن العجن. سأغطيها الآن لتتخمر. أترك العجينة بدرجة حرارة الغرفة لحوالي نصف ساعة وأعود لتفقدها. ها قد تخمرت، لكنني سأرصها للأسفل وأتركها تنفش مجدداً. من المهم ترك العجينة لتتخمر مرة أخرى لنصف ساعة أو ساعة بعد ضغطها. هذا أحد أسرار إعداد الكعك المحلى الرائع. شكله جميل ومنتفخ. أفرد العجينة بسماكة إصبع. الآن سأقطعها لقطع صغيرة. أستعمل قالباً بشكل خاتم لجعلها كلها بحجم واحد. تستطيعون استعمال كوب في حال عدم توفر مثل هذا القالب لديكم. أنا الآن أقوم بعمل ثقوب للكعك المحلى كما تشاهدون. أستعمل زبدة جوز الهند لقلي الكعك المحلى لأحصل على تجانس مناسب. درجة الحرارة المناسبة لقلي الكعك هي 190 مئوية. وأستخدم ميزان حرارة لأتأكد أن درجة الحرارة هي المناسبة. وإن لم يتوفر لديكم، تأكدوا أن الزيت حار عندما تبدأون بقلي الكعك. تشاهدون الآن اللون الذهبي البني، هذا بالضبط ما أريد. اقلبوا الكعك مرة واحدة وبهذه الطريقة تحصلون على اللون الذهبي البني. لدي هنا ورق امتصاص، سأضع عليه الكعكات ليمتص الزيت الزائد. يجب أن أعد الكثير من الكعك المحلى لأنني سأقدمه على أعواد في حفلة اليوم. انتهينا. يجب أن تبرد الكعكات قبل وضع الكريمة عليها، وإلا ستذوب الكريمة المتجمدة. والآن مع الجزء الأخير الممتع، الزينة. زينة الكعك المحلى سهلة جداً. هذا سكر مطحون، وسأضيف القليل من الماء. أضفت ملون طعام للمزيج لأحصل على الألوان الغريبة التي أريد. سألون هذه الآن باستخدام ألوان الطعام. اللون الأزرق عليكم أن تذيبوه بالماء فقط كي لا يصبح سائلاً. انظروا لجمال اللون، كم أنا سعيدة به. أيضاً أضفت مستخلصات لذيذة لطبقة الزينة. رائحتها كرائحة البرتقال لأنني وضعت نكهة مستخلص البرتقال. لون قرمزي، وأيضاً وضعت نكهة الكشمش الأسود. أضيف الألوان على السطح قبل أن تتصلب الزينة. اللون الأخضر التالي. وهذه أضفت لها نكهة توت العليق. أنا أستمتع كثيراً. وفي النهاية السوس الفنلندي. يحتاج لوقت كثير لكنني أحب إعداده. سأضيف اللمسة الأخيرة وأضعه بأعواد في الحفلة. كعك صغير محلى رائع بألوان جميلة. بالنسبة
بالنسبة لي إن أجمل طريقة بهيجة للاستمتاع بالطعام هو مشاركته مع أصدقاء المقربين، ومع أنني أكون مشغولة بتحضير الطعام لحفلة أصدقائي يتوفر وقت دائما لتناول قضمة. تسرني رؤيتكم. هذا الجمبري أوحى لي بفكرة، لذا أنا جاهزة لأستمر بمهمتي بإعداد الطعام. عندما أحضر طعام لحفلة أحب صنع نوع واحد من السلطات على الأقل. هذه المرة اخترت سلطة القيصر كطبق أساسي، أحبها كثيراً وأعرف أنكم ستحبونها. سأعد سلطة القيصر التقليدية بلمسة اسكندنافية ومن توقيع سارة بالطبع. القليل من الخبز الأسمر وبعض الروبيان، لذا فيه لمسة اسكندنافية. في هذه الوصفة نقطع الخبز إلى مكعبات. سأستعمل نوعاً مميزاً من الخبز الفنلندي، خبز أسمر محلى نطلق عليه اسم خبز الأرخبيل. أقطع الخبز لقطع صغيرة متساوية الحجم. بإمكانكم تطبيق هذه الطريقة السهلة في البيت بأن تضعوا المكعبات في وعاء والملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت، وأن تضعوا عليه غطاءً ثم تهزوه. أخلط البهارات والزيت ومكعبات الخبز بهز الوعاء. جاهزة للحفلة الليلة. حسناً. أصبحت النكهة متساوية، سهل جداً. أضع مكعبات الخبز في الفرن لأحصل على قرمشة لذيذة، حوالي 200 درجة لعشر دقائق. ثمة روايات عديدة عن كيفية إعداد سلطة القيصر، لكنني أنا الوحيدة التي تعرف الطريقة الصحيحة. سلطة القيصر لا تنفع بدون التتبيلة، وهي أساس إعدادها. نضع هنا الصلصة المذهلة. تتبيلة سلطة القيصر تتألف من شرائح سمك الأنشوفي والماسترد الفرنسي قوي النكهة وجبنة البارميزان والثوم المبشور. ولنضيف إلى الطبق لمسة اسكندنافية نحتاج إلى الفجل. هذا مثل الوسابي الاسكندنافي، ولبعض الانتعاش عصير ليمون. أضيف كريمة كثيفة وملح. أخلطها كلها معاً. سأجربها. تحتاج لقليل من السكر، رشة ملح صغيرة. أوازن النكهات بإضافة الملح والسكر والفلفل الأسود حتى أرضى. حسناً. أصبح جاهزاً. نضج الخبز بالوقت المناسب. لنبدأ بوضع السلطة بأطباق. أولاً الخضروات، شرائح جبن البارميزان، والتتبيلة الرائعة الخاصة بالقيصر. ونضيف هنا الخبز. إنها حبكة جديدة لطبق سلطة قيصر كلاسيكي. سأحركها قليلاً. سأعد الآن طبقاً لي والباقي للحفلة، لكنني لا أستطيع الانتظار حتى المساء. يجب أن أتذوقها الآن. وذيول الجمبري، هذا سيجعل طعم سلطة القيصر رائعاً. متأكدة أن ضيوفي كلهم سيحبون سلطة القيصر. ها هي، أصبحت جاهزة. أحبها، تحبونها، والجميع يحبها. ما المانع؟ مقرمشة ولذيذة. بعد الفاصل أذهب معكم إلى هلسنكي الليلة لتقديم الطعام بحفلة أصدقائي وتقديم شراب البونش للضيوف.
اليوم أعد الطعام لحفلة أصدقائي. حتى الآن أعددت كعكاً محلى بألوان بهيجة. أنا سعيدة جداً. وسلطة القيصر بطريقة خاصة. ما زلت بحاجة إلى شيء مشهٍ وأساسي. يبدو لذيذاً ورائعاً، أليس كذلك؟ سيكون الطبق على شكل أزواج من شرائح حارة. قررت صنع قطع لحم موظ صغيرة مع نكهات شرقية. زرت السوق الياباني المحلي للبحث عن مكونات شرقية لأبهر شرائح اللحم. كتتبيلة سأعد المايونيز المبهر. كأساس في المايونيز يجب أن يكون نوعه ممتازاً، وهذا هو المطلوب. أحتاج الآن إلى نكهات شرقية قوية. كلما كانت قوية كلما كانت أفضل. أحتاج لهذا الوسابي، سيمنح الطعام لمسة إضافية. تتبيلة مايونيز الوسابي ستنجح تماماً مع الشرائح. أعد قطع لحم صغيرة لكن بطعم رائع بالطبع، لحم بنكهة شرقية. كأي شريحة برجر تتكون من فطيرة وصلصات، سأحشوها بخليط رائع من لحوم الصيد والصلصات المبهرة والمليئة بالنكهات. لدي هنا هذه الفطائر اللطيفة التي أعددتها مسبقاً. أحب استخدام الفطائر المنتفخة، فهي تمتص كل النكهات اللذيذة. هذا لحم موظ محلي، ولدي هنا لحم البقر. أدمج النوعين معاً في الوعاء. أبدأ بإضافة الزنجبيل الطازج. الزنجبيل الطازج يضيف نكهة جديدة. إنه ناجح جداً مع لحوم الصيد أيضاً. أبشر الثوم وأضيف البهارات الشرقية. ملعقتان كبيرتان من صلصة السمك التايلاندية ونفس المقدار من صلصة الترياكي اليابانية. وهنا سأضيف الملح وسأخلط هذا وأضيف الأعشاب النهائية. تالياً أضيف كزبرة طازجة وبعض البصل الأخضر، كلاهما من أصل شرقي، سيجعلان الفطائر بهيجة الألوان ومنعشة. قليل من الفلفل الأحمر المقطع. انظروا إلى هذه الألوان والنكهات. انتهيت من تحضير الخليط وسأبدأ بتشكيل الفطائر الصغيرة. كم هي جميلة، رائعة. ستكون طعاماً مثالياً للحفلة. أصنع الفطائر متساوية الحجم لتنضج بشكل متساوٍ. أصبح لونها بنياً من الجانبين، وسأواصل قليها لحوالي 10 إلى 15 دقيقة. لتتبيلة البرجر سأمزج الوسابي وكمية مناسبة من المايونيز من المتجر الياباني، وسأضيف عصير الليمون، بعض الملح وفلفل أسود. إنه سهل جداً. من السهل إعداد المايونيز المبهر وهو يضيف نكهات متعددة. أضيف الأعشاب والبهارات والليمون وأخلط. أصبح جاهزاً. نحتاج لبعض الخيار. أقطعه على شكل شرائح رفيعة. اخترت نكهات تايلاندية رائعة. معجون الفلفل الحار والحل وصوص السمك. وأخيراً نضيف القليل من الكزبرة. ها هو، رائحته شهية، يجب أن أجربه. مذاق رائع. تم الانتهاء من إعداد السلطة، والآن سنحشو شرائح اللحم. أولاً أفرد المايونيز على قطع الخبز، ثم الخس الفرنجي، وأصبحت الفطائر جاهزة ورائعة. واللحم هنا ومن ثم هذه.
أعد هذه الفطائر لحفلة أصدقائي، لذا سأضيف أعواد الأسنان للزينة وأيضا للاحتفاظ بها متماسكة. ها هي، شكلها جميل أليس كذلك؟ أصبحت جاهزة. حان الوقت للذهاب لحفلة الافتتاح وأنا متحمسة جداً. تقع شقة أصدقائي في قصر الزجاج، وهو أحد أشهر المباني في هلسنكي. إنه نموذج للعمارة الوظيفية ويحوي العديد من المطاعم والاستوديوهات الفنية، رائع للاحتفال. حان وقت إعداد شراب الحفلات من توقيع أنا سارة. أمزج عصير الصنوبر الخالي من الكحول مع صودا الأبيرول، وبما أنها حفلة فنلندية لابد من إضافة عصير الليمون، شرائح من البرتقال وتوت عليقي المجمد، وأضيف الآن بعض المياه المعدنية. مطبخي مفتوح، أحبكم. كان إعداد الطعام ناجحاً وأنا سعيدة لهذا. أعجب أصدقائي بالطعام واستمتعوا بالشراب. برأيي كان الطعام يمتاز بالمتعة الجنونية المناسبة لهذه الحفلة. في الحلقة القادمة مزيد من الأطباق الإسكندنافية.